خليني أطرح معاكم سؤالنا النهاردة اللي طرحناه على السوشيال ميديا، وكان سؤالنا: تفضل إقامة دوري المحترفين لكرة اليد من مجموعة واحدة ولا نظام المجموعتين؟ خلينا ناخد آراء متابعينا النهاردة. ومحمد حمادة قال: من وجهة نظري من مجموعة واحدة لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص. في كمان أحمد سعيد الحلواني قال: في ظل ظروف البلد بتمر بيها، الأول نقول ربنا يرفع عنا الوباء يا رب العالمين، أفضل دوري المحترفين لكرة اليد تقسيم إلى أو تنقسم إلى مجموعتين، الأحسن في ظل فيروس كورونا الأفضل. تحياتي ليك. تحياتي ليك يا أحمد. ومحمد نبيل: أعتقد أن نظام المجموعة الواحدة هيكون أحسن. أحمد مرزوق قال: على ما أظن أن مجموعة واحدة هتكون منافسة قوية وأفضل من مجموعتين.